بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي نبدأ نتكلم على شابتر السويلنجز. أول حاجة في شابتر السويلنجز هو السيست. What is the definition of cyst؟ أول حاجة هو عبارة عن سويلنج، عبارة عن ساك جواه فلويد. طب الساك دوت لو اللايننج بتاعه من بره اندوثيليوم أو ابيثيليوم بنسميه ترو سيست. طب لو اللايننج فايبرس تيشو أو جرانيوليشن تيشو بنسميه فولس سيست أو سودو سيست. طيب عايزين نعمل كلاسيفيكيشن للسيستس. أول حاجة يا إما يكون الموضوع كونجنتال يا إما اكوايرد. كونجنتال حاجة اسمها ترمويد سيست هشرحها دلوقتي، أو حاجة اسمها ريمينانس أوف إمبريونيك أوريجين زي اليوريكس وزي الفيتيلو اندستينال داكت، ودي مشروحة إيه قدام في اليورولوجي وفي الهرنية. طب الأكوايرد نركز فيها لأنها في غاية الأهمية. أول حاجة هما 7 حاجات هنحفظهم إيه؟ أول 2 مع بعض ريتنشن ديستنشن، بعد كده تروما تيومر، بعد كده اكسيوديشن اكسترافازيشن، بعد كده حاجه لوحديها بارازيتك سيست زي الهايداتد سيست. يعني ايه الكلام ده؟ ما تيجي نشوف. اول حاجه ريتينشن سيست، يعني السكريشن حصلها ريتيند اتحشرت في حته، يا اما في الباروتيد يا اما في السابلينجوال جلاند يا اما تحت الجلد. يعني ايه الكلام ده؟ تحت الجلد حاجه اسمها سيبيشن سيست هنشرحها برده كمان شويه. والباروتيد خدنا يا اما لو حصل ستون يحصل وراها حاجه اسمها ريتينشن سيست، ويحصل في السابلينجوال حاجه اسمها رانيولا. قدامنا مش رايحين ورا، يبقى كده اول واحده ريتينشن سيست خلص كلها. طب ديستنشن، ديستنشن سيست الفوليكل نفسها اللي بتعمل سكريشن حصلها ديستنشن، اتملأت بالسكريشنز اللي جواها زي الثايرويد اسيناي اتملت بالثايرويد ايه بالثايروجلوبين، زي الاوفري اتملى حصل ايه اوفريان فوليكل دايلاتيشن، او حاجه اسمها الليمفاتيك سيست او سيستيك هاجروما، كل دي اسمها دايلاتيشن سيست. الامثله دي في غايه الاهميه في الام اس كيو. يبقى ريتينشن ديستنشن، بعد كده تروما تيومر، خبطه خبطه عملت هيماتوما، الهيماتوما حصل لها اورجنايزيشن لف حواليها فايبرس تيشو، فدي اسمها ايه تروماتيك سيست. طب التيومر، التيومر لو طلع من الاول طري سيستيك هيكون لي حاجه اسمها ايه السيستيك تيومرز، هيتعمل حاجه اسمها نيوبلاستيك سيست. طب التيومر لو طلع سوليد، انت قلت لي ان كلمه سيست عباره عن ساك جوه فلويد، بيقول لك لا ما التيومر ده في النص هيحصل له ليكوفيكيشن، هيحصل له نيكروزنس، هيبقى ميه، فدي بنسميها ايه مثلا ديجنريشن سيست، لان التيومر حصل في النص بتاعه ديجنريشن. يبقى تاني تروما وتيومر، التيومر اللي تفكرك ان التيومر ممكن يكون سيستك من الاول اسمها نيوبلاستيك سيست، او ناشف بعد كده حصل ديجنريشن نسميها ديجنريشن سيست. بعد كده اكسيوديشن واكسترافازيشن. يعني ايه اكسيوديشن سيست؟ اكسيوديشن سيست يقول لك انت اي مكان في جسمك اناتوميكالي سبيس زي البرصة، في مكان كده فاضي في جسمك زي اللي بيكون موجود بين الجوينت وبعضيه عشان يمنع الاحتكاك، تجمع فيه فلويد، فده بنسميه اكسيوديشن. اناتوميكال اريا، اناتوميكال سبيس في الجسم اتجمع فيه فلويد، فده اسمه اكسيوديشن سيست، ما فيهاش مشكله. اكسترافازيشن هنحششها الاول، اكسترافازيشن ذا فري سبيس، فري سبيس عباره عن تجمع فلويدز ان سايز فري سبيس، زي السمبل الجانجليو الكلكوع على في ايدك، هتقول لي ما الايد ده مفصل فده اسمه برصه، اقول لك لا خلي بالك من ده عشان امسك يو. لو السبيس ده نورمالي، نورمالي موجود في الجسم، نورمالي موجود في الجسم وتجمع فيه فلويد اسمه ايه اكسيوديشن برصه. لكن لو اي حته في الجسم فاضيه كده وخلاص فري سبيس تجمع فيها سكريشن اسمها اكسترا فازيشن. ما فهمتهاش احشش، اكسترا فازيشن فري سبيس، فري سبيس مثال ليها ايه سمبل جانجليا. طب اكسيوديشن مثال ليها ليه برصه. الامثله دي كلها مهمه في الام اس كيو. يبقى ريتينشن سيست قلنا تحت الجلد سبيشال سيست، باروتيد وي رانيولا، ديستنشن قلنا في الثايرويد وفي الاوفري وفي الليمفاتكس، سيستك هيجروما او الليمفاتك سيست، الاكسيوديشن قلنا البرصه او فاجينال هيدروسيل، دي مهمه فاجينال هيدروسيل، اكسترافازيشن قلنا سمبل جانجليا، تروماتيك قلنا الهيماتوما، ديجنريشن وترو تيومرز، وبارازيتيك هايداتا سيست. حلو الكلام لحد دلوقتي ايه؟ قلنا كام سؤال امس فيه محترمين. بعد كده هتلاقي في اول صفحه في السيستات دي كلام عبيط، ايه هو الكلينيكال فيتشرز اوف سيست؟ اي سيست لما نيجي نفحصها هنلاقيها من بره سموس، هنلاقي شكلها نص دايره، هندوس عليها بيلس ما بتوجعش خالص. امتى تكون بينفول؟ لو زاد البريشر فيها قوي، يعني حصل جواها هيمورج مثلا. اجي ابص عليها بالنور هنلاقيها ترانسلوسنت، لو جواها كليف لوند، اجي المسها هنلاقيها فلاكتونت. ده كلام ايه عبيط كده. ايه هي الكومبليكيشنز؟ تورشن، رابشر، هيموريج، يحصل فيها كالسيفيكيشن، يحصل لها تكبر فتعمل بريشر على الاريا اللي حواليها، كل الكلام ده عبيط. يبقى اهم حاجه في الصفحه ديت الكلاسيفيكيشن اوف سيست، الديفينيشن بتاعها، وان هي اما ترو يا اما ايه؟ اما فولس. طيب نبدا دلوقتي نتكلم في اول حاجه الديرمويد سيست. ديرمويد سيست از ا ترو سيست، يعني متحوط باندوثيليوم وابيثيليوم. الدرمويد سيست متقسم اكتر من تقسيم، يعني في منه اكتر من نوع. يعني عندنا اول حاجه حاجه اسمها سيكويستريشن درمويد سيست، بعد كده عندنا حاجه اسمها امبلانتيشن درمويد سيست،
بعد كده تيوبيلو درمويد سيست، بعد كده حاجه اسمها تيراماتوميتاس درمويد سيست. طب دي بنتكلم عن اول نوع اللي هو سيكوستريشن درمويد سيست. سيكوستريشن يعني حاجه اتحشرت، حصلت سيكوستريشن، اتحشرت في النص. طب ده عباره عن ايه ببساطه؟ بيقول لك اول حاجه عندنا حاجه اسمها لاينز اوف فيوجن. عندنا الميد لاين بتاعنا كان عباره عن نص يمين نص شمال ولحمه في النص، خصوصا العظم والسكن، ده ببساطه خالص. حلو الكلام. بيقول لك اللاينز اوف فيوجن وانا بجمع نص اليمين مع نص الشمال، في حته دخلت جوه من السكن، هي حته اتحشرت، في حته من السب كوتينس كيسو اتحشرت دي تحت الجلد وجلد قفل. فبالتالي فليكن انت عندك عظم، بعد كده حته محشوره من السكن، بعد كده سكن مقفول، الحته المحشوره دي هتبدا تعمل ايه؟ تتكاثر تتكاثر تتكاثر، تكبر، تعمل لك كلكوع، تعمل لك سويلنج. فبالتالي السيكوستريشن سيت ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كونجينيتال سبكوتينيوس سيكوستريشن of part of the surface epithelium، جزء من الابيثيليوم اللي كان بره مغطي السطح اتحشر في النص. اتحشر فين؟ at lines of fusion during the embryonic skin fusion during embryonic life، فترة ايه؟ الامبريولوجي بتاعتنا. يبقى احنا قلنا ان هو عبارة عن جزء من الابيثيليوم، surface epithelium محشور، محشور فين؟ لانه fusion. طب اتحشر امتى؟ فترة الامبريولوجي. طب الكلام ده بيحصل فين بقى في الجسم؟ ايه lines of fusion؟ في المنتصف، الفيس، النك، الترنك. عند الفيس most commonly internal angular dermoid و external angular، يعني حوالين العين كده، internal angular يعني عند ال eyebrow من فوق، من بره اسمها external angular، من جوه internal angular، و most commonly بيكون external angular عند العين من بره كده، عند الحاجب من بره. يبقى قلنا الأماكن في النص lines of fusion الface، وأشهر مكان في الفيس فين؟ external angular. طب بعد كده في النك قدام ورا، احنا النص بتاعنا من قدام لحد من قدام ومن ورا. طب الترنك برضه anterior و posterior. طب بقول لك عندنا مكان تاني عند الإير، بري أوليكولر وبوست ليكولر، قدام الودن ورا الودن. نيفر 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 اوكير ات لمبس. ليه ما بيحصلش عند الأطراف ولا في إيدي ولا في رجلي؟ بقول لك لأن الأطراف إيدي ورجلي طلعوا عن طريق حاجة اسمها بادنج. فسبحان الله أنت كنت عبارة عن نص يمين ونص شمال، لحم في الميد لاين، بعد كده الأطراف طلعت بادنج، برعوم كده بالتورعوم، بيو 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 بيو. حلو الكلام. عشان نخلص الإم سي كيو، الموست كوملي بيكون إيه؟ إكسترنال أنجلر. في النك بقى احنا قلنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي نبدأ نتكلم على ايه؟ هنتكلم على الديرمويد سيست. طب اول حاجه عايزين نعرفها الديرمويد سيست ان هو ترو سيست. طب تاني حاجه عايزين نعرفها ده عباره عن ايبيثيليوم بيكون هو الكونتنت. الايبيثيليوم ده عباره عن اكتوديرم. طب اللايننج من بره بيكون سكن اللي هو برده ايه؟ اكتوديرم. ايه ده؟ طب ازاي اكتوديرم يبقى جوه؟ حصل له مايجريشن، يا اما بالغلط يورينج الامبريونيك لايف، او حصل مثلا تروما ولا حاجه فدخلت حته من الجلد جوه، فبدا يحصل فيها ريبليكيشن كده وتتكاثر وتتكاثر وتتكاثر، فبقت عباره عن الكونتنت اللي جوه ده الابيسيليوم، دي سكواميتد ابيسيليوم بلس كيراتين. يبقى كده الديفينيشن كده اول حاجه كان معلومه، هو عباره عن ترو سيست من بره اكتوديرم، من جوه اندوديرم، من جوه سوري اكتوديرم برده، نتيجه ان هو حصل مايجريشن. الاكتوديرم بقى موجود ايه؟ في انيوشوال لوكيشن. طيب الديرمويد سيست منه اكتر من نوع. اول نوع معانا هو سيكوستريشن ديرمويد سيست. يعني ايه سيكوستريشن؟ يعني محشور. البادي عموما هو بيتكون في فتره الميريولوجي كان عباره عن جزء يمين وجزء شمال، بعد كده ايه؟ التقوا في النص، حصل بينهم فيوجن. طيب حلو الكلام. ورا عباره عن بون واورجنز، ومن بره الجلد. الجلد بقى في حته من الجلد اللي هي البره الحمراء دي حصل لها امبلانتيشن جوه والجسم قفل عليه. ندي لون كده فليكن الاصفر ده هو الجلد. بعد كده الجلد الجسم قفل، بس في اكتوديرم المفروض ايه؟ يبقى بره، بس في اكتوديرم مش طبيعي وبقى موجود جوه، فيقعد يعمل ريبليكيشن ريبليكيشن ريبليكيشن، يعمل لي كلكوع زي اللي ظهر هنا. الجلد سليم اهو، الجلد انتكت، لكن من جوه في كلكوع. الكلكوع دي بقى لما اجي ابص عليها ايه اللي محشور جوه؟ ده سكن، ده جزء من الابيثيليوم. فاول حاجه السيكوستريشن ريموت سيست ده عباره عن كونجينيتال انومالي، كونجينيتال بروبلم، عباره عن في جزء من السيرفس ابيثيليوم وقع جوه. وقع جوه امتى؟ ديورنج فتره الامبريولوجي امبريونال لايف. طب وقع فين؟ في اللاينز اوف فيوجن اللي هو ايه؟ في الالتقاء اللي هو في النص، غالبا الميد لاين، نص الجسم اللي هو في الفيس وفي النك وفي الترنك. هتقول لي ما يطلع في الايدين والرجلين؟ اقول لك لا مستحيل، لان الجسم كان عباره عن جزء يمين وجزء شمال ولحمه في النص. الدراعات دي عن طريق بادنج بيو 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 بيو، اربعه بيو بيو كده، اللي هي عباره عن الايدين والرجلين. يبقى احنا قلنا كده الكوز بتاع السكوستيشن ريموسيس السايتس الفيس. طيب الفيس عباره عن ايه بقى؟ الكلكوعه دي فين؟
عند الحاجب من بره اسمها اكسترنال انجلر. فيقول لك الفيس هيطلع في مكانين، انترنال انجلر واكسترنال انجلر، والاكسترنال انجلر دي الموست كومن كوز. يبقى اشهر حاجه مكان الفيس، تاني اشهر مكان النك، تالت اشهر مكان يطلع فين؟ في الميد لاين، في الترانك، او يطلع في الاير، بري اوليكولر او بوست اوليكولر. يبقى دي الاماكن. طب تعالى نشوف الصوره دي، ده طلع فين؟ في الميد لاين، في النص اهو، دي لاينز اوف فيوجن، طلع تحت اللسان عشان ام سي كيو سب لينجوال. فشوف الام سي كيو جات، ممكن يطلع سب لينجوال، اه ممكن يطلع سب لينجوال، اه ممكن يطلع سوبر ستيرنال هنا فوق الاسترنال، اه ممكن يطلع في روت اوف ذا نيك، اه طالما كل ده لاينز اوف فيوجن، اه فاعرف ان هو ممكن يطلع في اي حته في الميد لاين، لكن مستحيل يطلع فين؟ مستحيل يطلع في الليمبس، ممكن يطلع بري اوريكولر، ممكن يطلع كمان ايه بوست اوريكولر. طيب دي احنا كده اتكلمنا عليه على الكوز واتكلمنا على السايتس. ممكن نكلمك كلينيك البيكتشر، نفس كلينيك البيكتشر بتاع اي سويلنج في الدنيا، بس خلي بالك في معلومه مهمه ان هو ايه فري الموبايل، بيتحرك بسهوله. طب امتى يمسك في اللي حواليه؟ يمسك في اللي حواليه في حاله واحده، لو اما ماسك في العظم اللي تحت، يا اما ماسك في ايه حصل انفكشن فايبروز. عموما بيكون ايه درموسس عباره عن سكين اهو وعظم اهو، وفي النص في السويلنج بيتحرك براحته. ده السيست بتاعنا. طب ايه المشكله بتاعتنا؟ المشكله بتاعتنا ان هنا في برين، لا في كونكشن بين هنا وهنا، الجيرو موتور لحمت في السيست. طب هتلحم مع السيست ازاي؟ بيقول لك للاسف لو في هنا بون ديفكت، عشان كده اهم انفستيجيشن معانا هو اكس راي. تاني في كلينيكال بيكتشر ده فريلي موبايل، الا في حاله واحده، لو ماسك في تحت باي كونكشن نتيجه ان في هنا بون ديفكت ماسك في الديورا. طب عشان كده اهم انفستيجيشن اكس راي. ليه اهم انفستيجيشن اكس راي؟ للتريتمنت سمبل اكسشن، اخش عشانها ببساطه. في حاله واحده هضطر استنى لحد البوينت ديفكت ده ما يلحق، لو في كونكشن، لو في كونكشن اخاف، لا ما تخافش، انت بس جاست هتستنى لما يحصل ان البوينت ديفكت ده يمسك في بعضه يلحم، بعد كده تشيل ايه؟ ريموفال اوف ذا اكسترا كرينيال بورشن. طبعا هيكون في انتر كرينيال بورشن جزء ماسك هنا، استنى لما ده يلحم واشيل الجزء دوت خالص. يبقى السيكونسيشن ديرموت سيست ببساطه عباره عن كونجنتال انومالي، بيحصل سيكونستريشن، جزء من السيمبل ابيسيليم اللي بره بيتحشر بيخش جوه، بيكون فري للموبايل، بيحصل فين؟ في الفيس، موست كومن فين؟ اكسترنال انجلر. طيب ممكن يحصل فين تاني؟ ممكن يحصل في النك، ممكن يحصل في الترنك، ممكن يحصل قدام ودن ورا ودن، عمره بيحصل في الاطراف. في كلينيك البكتشر اهم حاجه تعرفها ان هو فري للموبايل، بيتحرك بسهوله. واهم انفستيجيشن هي اكس راي، عشان لو في كونكشن هستنى، مش هعمل اكسشن، هستنى لحد الكونكشن ده لما يقفل خالص، بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده اشيل اكسترا كرينيال بورش. طيب بعد كده تاني نوع معانا هو ايه؟ امبلانتيشن ديرموت سيست. امبلانتيشن ديرموت سيست تكتب كده جنبها الترزي، بيحصل نتيجه تروما. انا مثلا بابره وانا بخيط ولا حاجه، دخلت حته من السكين جوه، حصل بقى نفس المعضله اللي هي تتكاثر وتعمل ريبليكيشن وهكذا. او نتيجه الجراحه، وانا بخيط ودخلت ايدج تو ايدج، انا بقى بخيط زي العبيط ودخلت حته سكين جوه، بركه تعمل لي سيست، فده بيحصل نتيجه تروما برضه. يبقى ده الامبلانتيشن سيست. تاني حاجه معانا حاجه اسمها تيوبيلو ديرمويد سيست. تيوبيلو يعني على شكل تيوب، بيقول لك نورمال في الجسم عندنا بعض التيوبس او بعض التراكس اللي بيكون موجوده فتره الامبريولوج بعد كده تختفي، زي السيروجلوستر عن طريق اللسان، السيروج بتتكون هنا بعد كده تنزل في النك عن طريق التراك كده. بيقول لك التراك ده لو فضل موجود بيعمل حاجه اسمها سيروجلوستر سيست، او عندنا حاجه اسمها برانكيال سيست. اعرف برضه واحده عشان ام سي كيو بوست اينال ديرمويد، انا ما اعرفش دي ايه بصراحه، بس خليك عارف ام سي كيو. اخر حاجه معانا تيراتوميتاس ديرمويد. تيراتوما دي خدناها في النساء، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بنال تيومر، بيكون من بره سكن من جوه فيه بقى عظم، في سنان، في كارتريج. فاعرف بس ايه ان معانا تيراتوما. فلما اجي اقول لك مين هو الديرمويد سيست، تقول عندي سيكوستريشن، عندي امبلانتيشن، عندي تيوبيلو ديرمويد، عندي تيراتوما. ام سي كيو برضك، الديرمويد سيست كان بي مالجنت؟ يس. ليه كان بي مالجنت؟ لان عندنا نوع اسمه تيراتوميتس، اه هو بيناين لكن ممكن يقلب مالجنت ايه ورم ايه مالجنت تيومر. فالديرمويد سيست ما تنساش، عشان دي بتلخبطها دايما، ان هو عباره عن اربع انواع، سيكوستريشن ديرمويد وامبلانتيشن وتيوبيلو ديرمويد وتيراتوميتس. تاني سؤالين معانا هو السيبيشيا سيست. السيبيشيا سيست دي اسم تاني هو ايبيديرمويد سيست، لان شبه الديرمويد لكن مش تحت، بيكون فوق في الابيدرمس. طيب يعني ايه سيبيشنز؟ جايه من كلمه سيبم. عندنا حاجه اسمها سيبيشس جلاندز بتفتح في الهير فوليكل. السيبيشس جلاند دي لاي سبب من الاسباب اللي حصل لها اوبستراكشن هنا، فالسيكريشن تتجمع وتعمل لي سيست. السيست ده اسمه ريتنشن سيست، لان السيكريشن حصل لها ريتنشن، اتحشر جوه نتيجه حاجه. طيب الاماكن بتاعتها بتحصل فين؟ في اماكن بيكون في سيبم، واحنا قلنا في هير فوليكل، فبالتالي لازم تعرف انه موجود في الهيري ارياز، الاماكن اللي فيها ايه؟ شعر كتير، زي الفيس، زي السكالب، زي السكروتم، زي الجسم، الترانك، لكن عمرها ما تحصل في البالم والسوق، لان ما فيهمش شعر خالص. طيب الموضوع ممكن يكون مالتيبل، اه في الاماكن اللي فيها شعر كتير برضه، زي السكروتم زي ما قلنا والسكالب.
اللايننج زي ما قلنا بقى من بره ابيثيليا، من جوه بيكون سيبم، ما فيهاش كلام جديد. طيب ده شكل ايه السبيشس، ايه السبيشس سيست. طب ما نيجي نفحصها برضه، اهم حاجه الموبيليتي، هل بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ بيقول لك بتتحرك في كل حته ما عدا ات وان بوينت، الفتحه دي اسمها البانكتم، عشان امس كيو كل السبيشس سيست بيعرف يتحرك ما عدا نقطه معينه اسمها البانكتم. البانكتم دي الفتحه بتاع السبيشس جلاند، عشان بقى مش مترتب بس، فايه الفتحه دي اسمها البانكتم، فمن بره بيبان عليك جدا. بيقول لك فلما اجي احرك السبيشس سيست هيتحرك بارتياحيه، لكن البانكتم مش هتحرك. طيب امس كيو برضه، هل البانكتون لو مش موجودة مش شايف الفتحة دي زي الأماكن دي مثلا؟ البانكتون اللي حاططها على فكرة لا مش موجودة زي هنا، هل ده يقول لك ده مش سبيشال سيست؟ يقول لك لا، ابسنس اوف بانكتون دونت اكسكلود سبيشال سيست. هل بعينك أصلا طبيعي في العادة تشوف البانكتون؟ يقول لك لا، البانكتون لازم تشوف ايه بلينس كده، اجيب لينس وابص على السبيشال سيست ديت، لقيت بانكتون يقول لك دي ايه بال10 سبيشال سيست، ما لقيتهاش يقول لك لا دي مش سبيشال سيست، يقول لك لا مش علاقة خالص يعني. طيب دي ببساطة السبيشال سيست، محتاجين نعرف الكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز ان السيست دي يحصل لها انفكشن، خلاص عارفين ايه تاني. الكونتنت بقى بتاعها هيطلع بره، حاجه اسمها السبيشس هول، تقعد تكبر لحد ما تفرقع والكونتنت يطلع بره، فتعمل لي حاجه اسمها السبيشس هول، او تقعد تكبر بعد كده يحصل لها ulceration، تبقى عامله بالشكل ده كده، فاسمها كوكس بيكيولير تيومر. فالكلام ده يعني سيبك من الكلام ده كله يعني، لكن انت مطلوب منك تعرف ايه ثلاث حاجات، كوميونيكيشن يا اما انفكشن يا اما السريشن يا اما ايه تطلع لبره، اسمها سبيشس وور. طب عندنا بعد كده التريتمنت، التريتمنت بقى بتاع الابيدرمويد سيست او السبيشس سيست، يا اما انسيجن يا اما اكسيجن. انسيجن ده في حاله واحده، نعمل انسيجن اند درينج دوت لو في انفكشن، لو في انفكشن مش هينفع اشيلها، اقول خلاص انا هفتح كده ضربه مشرط افضي اللي جواها واعمل درينج واستنى لما تخف ان شاء الله اعراض الانفكشن ديت، اعمل اكسجين يعني اشيلها كومبليتلي. يقول لك اهم حاجه افتحها باي عشان الام اس كيو اليبتيكال انسجن، عشان اشيل كل السيست واعرف اشيل كمان ايه مع البنطه. طب دلوقتي نتكلم عن ثالث سولينج معانا، هو السيمبل جانجليون اللي هي كان قاعده، قلنا المكان ده السيمبل جانجليون يحصل في اناتوميكال فري سبيس، مكان فاضي كده في الايد ملوش اي لازمه، فبيبدا يتجمع فيه فلوز. طب الفلو دي جت منين؟ والله جت يا اما من التندم يا اما الساينوفيال تشيس اللي حواليه، يبقى اول حاجه كده من عند الله، الله اعلم جت منين، مره واحده التندم والساينوفيال تشيس اللي حواليه شاف اناتوميكال فري سبيس اللي هي الحته دي، فصب في السكريشنز فكوني هنا كالكوعه. طب الكوعه دي كانت ازاي؟ شويه ميه فتكون وراهم فايبرس تيشو، فبالتالي كده اعرف ان اللايننج فايبرس تيشو نوت اندوثيليوم. طيب هل بس كده؟ يقول لك لا، ممكن يكون مالتي لوكلر حواليها كام كركعه صغيرين، يعني مش شرط يكون كركعه واحده. طيب اماكنها بتحصل فين؟ اول حاجه الموست كومن سايت الدورسم اوف هاند، كذلك الدورسم اوف فوت. بما انها بتحصل في الدورسم اوف هاند، اعرف دي ان الموست كومن هاند سويلنج اوفر اول، يعني اكتر كركعه طلعت في ايدي هي السيمبل جانجليون. طب اماكنها فين تاني؟ الفليكسور سايت اوف ذا فينجرز، يعني لو الصباع اهو تطلع ناحيتي، لكن فريست من فوق. امسك القاعدة دي عايز احركها، هتحرك معايا؟ يقول لك بتحرك اكروس نوت الونج ذا تندون، اكروس نوت الونج ذا تندون، يعني التندون هو بالطول، هي هتحرك اكروس يمين وشمال، مش هتحرك بالطول العرض، وكمان التندون لو حصل فليكشن عملت كونتراكشن عملت ستريتشنج للتندون مش هتتحرك، هيحصل لها فيكسيشن. تاني القصه بدات ازاي؟ ان التندون والسيناميك تشيز اللي حواليه فض فلويد في اناتوميكال فري سبيس، فكون السيست دوت عباره عن ميه حواليها فايبر ستيشن، فبالتالي مفيش اندوثيليوم. بتطلع فين؟ دي اكتر هاند ديفورمتي، او مش ديفورمتي بقى، اكتر هاند سويلنج بتطلع في الدورسم اوف هاند والدورسم اوف فوت واف اف الفليكسور سايد اوف ذا فينجر. بتتحرك ازاي لما اجي امسكها؟ بتتحرك اكروس نوت الونج ذا تندون. هل ماسكه في اللي حواليها؟ مش ماسكه في اللي حواليها خالص. طيب انا عايز اعمل لها علاج، اعالجها ازاي؟ اقول لها خش انا اعمل لها اكسجن. هل الموضوع بسيط اكسجن كده في دقيقتين؟ اقول لك هو بسيط في دقيقتين، لكن مش هفتحها كده فتحه لوكال انستيزيا ولا حاجه، لازم اعملها اندر جنرال انستيزيا واشيلها من لغلغها، من لغلوغه، يعني من لغلوغه انا هفضل اعمل اكسجن بكل كونكشن ليها علاقه بيها، يعني ممكن اوصل اندرلاينج تو ذا اندرلاينج تندون او جوينت او البون حتى. بيقول لك خلي بالك فانت السيمبل جيجل لازم يشتغلها معاك دكتور ايه؟ دكتور عظم، انت عضل انت تعور التندون وعضل انت تعور العظم. يبقى كده ببساطه السيمبل جيجل مفيش اي حاجه ناقصه؟ لا كده تمام.
يبقى الاوريجين قلنا جت انسرتين، مفيش سبب معين، لكن غالبا حصل ليكج سنبقى في اللود من التندر والكبسول اللي حواليه في الاناتوميكال فري سبيس حوالي فايبرس كبسول. بالمناسبه بيقول ان دي اناتوميكال فري سبيس، لما يجي لك في الامتحان ايه نوعها، اي نوع انواع سيست اكسترا بوزيشن سيست، رغم ان هي مش مكتوبه في الكتاب هنا، لكن ايه انت المفروض عارفها من اول شهر. طيب بعد كده نتحرك على سويلنج تاني اكبر منه اسمه كومباوند بالمر جانجليون. تعال نبص عليه. كومباوند بالبر جانجليون، عشان في كلكوع هنا وكلكوع هنا. طب الكلام على ايه؟ نتيجي نشوف الكومباوند بالبر جانجليون ده، ولكن الدي بي ساب كل حته في الجسم وراح الانر برزا، راح الانر برزا عمل فيها ايه؟ عمل فيها ابسس وعمل فيها انفلاميشن، يبقى عباره عن تيوبركلوس ساينوفايتس اوف ذا انر برزا. فيحصل ايه؟ فيحصل سويلنج هنا. ده ايه ده؟ الفليكسور ريتيناكلم. بقولك السوينج ده لما ادوس من هنا يكبر هنا، ولما ادوس هنا يطلع من الناحيه دي. دي حاجه اسمها بوزيتيف كروس فلكتويشن تيست. يبقى تاني تي بي روح في الانر برزا عمل حاجه اسمها تيوبركلوس ساينوفايتس اوف ذا انر برزا، فيعمل لي سويلنج في الفور ارم، في اللور بارت اوف ذا فور ارم. كمان ممكن يعمل لي سويلنج كمان في البال. فلما ابص العيانه كانه لابس حظاظه على الفليكسور ريتيناكلم هنا وسويلنج هنا، اجي ادوس عليه يطلع من الناحيه دي. فعنده حاجه اسمها ايه؟ بوزيتيف كروس فلكتويشن تيست. طب العلاج؟ هو عنده تي بي، اديله انتي تي بي اللي هو ريفامبيسين واي ان اتش، يمشي عليهم قد ايش؟ ام اس كيو 9 شهور. مالك خلي بالك الايد دي لازم تبقى كومبليت ريست، ما تحركهاش. نحط له حاجه اسمها بلاستر كاست اللي هو زي كبيره كده ان لم تكن الذاكره. حلو الكلام. بقول لك لو الموضوع فضل يحصل له بروجريشن بقى والايه والانفلاميشن عمال يزيد والانتي بيركز ريست مش جايبه همها، بقول لك ريموفل التندن شيس للاسف. طيب دلوقتي نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن الانفلاميشن بتاع البرزا. يعني ايه كلمه برزا؟ قلنا البرزا دي بيكون اناتوميكال سبيس موجود نورمالي بين التندنز وبعضيها وعند الجوينت عشان يمنع ايه؟ يمنع الاحتكاك. فلما يحصل فيها انفلاميشن يحصل سويلنج ويكون فيها سكريشن، وده بيحصل هو غالبا نتيجه ريبيت بريشر، يعني كنت ضاغط على الاورجن ده زياده عن اللزوم. يعني مثلا هنا الالبو جوينت كنت ضاغط عليه فتره طويله فيبدا يحصل فيه ايه؟ انفلاميشن. ولما يحمر كده ده حصل بقى فيه انفكشن كمان اون توب اوف انفلاميشن، حاجه اسمها سيبتك ايه؟ سيبتك بيروسايتس. طب عايزين نعرف ايه هي الاماكن اللي بيحصل فيها بيروسايتس، التهاب في البيرس ديت، هي اماكن دايما بتعرض لبريشر، دايما مضغوط عليها. اول حاجه اولوكرين البيرس اللي هو المكان ده، او اسمه ستودنت البو، يعني الطالب بيذاكر زياده عن اللزوم كتير، عيل بيرد كده دحيح على طول قاعد على المكتب على طول ساند عليه، ما فيش يجي مع المكتب، فايه دايما بريشر البو، فيحصل حاجه اسمها ستودنت البو او اولوكرين البيرس. اول حاجه اسمها هاوس ميد، هاوس ميد مي يعني خدامه، او واحده على طول بتمسح كتير بتسيق المطبخ كتير، فبما انها بتمسح فبتقعد على الركبه، فده بيعمل حاجه اسمها بري باثيلو بيرس، يعني بتعمل بريشر كبير على الركبه. او الراجل اللي بيصلي كتير القس، حاجه اسمها كليرجي مان بيرس، القس او يعني او الراهب بيصلي على طول وهو قاعد على ركبته، فده بيعمل بيرس انفرا باثيلو. او احنا واحنا بنثبت فده بتضغط على الركبه، فده ممكن لو شخص يعني صوام قوام بقى بيصلي كتير قوي فممكن يعمل حاجه اسمها انفرا باثيلو بيرس. يبقى احنا عندنا بيرس ثلاث اماكن، انفرا باثيلو بري باتيلر وستودنت بيرسون. المهم تعرف اسامي التاني عشان امسك كيلو. انفرا باتيلر دي بتاعت الراجل اللي بيصلي كليرجي مان، بري باتيلر بتاعت الخدامه هاوس ميد اللي بتسيق على طول، بري باتيلر بتسيق عشان ما تنساش امسك كيلو بتسيق. حلو الكلام. ستودنت بيرس اسمها اسمها اولوكرين بيرس. بيقول لك عندنا حاجه اسمها سيمي ميمبرينوزس بيرس. تعال بص الصوره دي، بيقول لك ده تندون بتاع عضله اسمها سيمي ميمبرينوزس، دي بوبليتيا فوسا، عضله اسمها سيمي ميمبرينوزس ده التندون بتاعها. بينهم دي جاسترو كليميس موسل، الحتتين دول على طول بيعملوا احتكاك بينهم وبين بعضهم. بيقول لك ففي هنا اسمها بيرزا سيمي ممبرينوزس، لما يحصل فيه انفلاميشن بقى سيمي ممبرينوزس بيرزا، يبقى انت عرفت الحته دي فين؟ ده التندم بتاع سيمي ممبرينوزس والجاسترو كليميس اللي هي هامسترنج موسل، بينهم بيحصل احتكاك دائم، فبالتالي هنا في بيرزا. طيب مالها البيرزا دي مخصصه بالذكر ليه؟ لانها بتلخبطنا مع البيرزا ديت. السويلنج تاني بيطلع في ظهر الركبه، حاجه اسمها بيكر سيستم. البيكر سيستم ده خالتي اللي عندها اوستيومايلايتس، اللي عندها 70 سنه، اللي عندها 60 سنه، بيكون عندها اوبتيمالايز مفاصلها متاكله شويه، عندها التهابات دايما، فالساينوفيال ميمبرين ده بيحصل له هرنيشن، يطلع بره كده فيعمل لي كلكوعه. الكلكوعه دي بيكون في نص ربع بالظبط في السنتر، لما يجي يبص على الربع اللي ورا بيكون في السنتر بالظبط. طيب بيكون فين تاني؟ تحت الجوينت لاين. طيب السيمي ميمبرينوزس بقى لما يجي يبص عليها دي لاترال، اصلا بيكون ميديا بيكون جوه كده، فبالتالي السويلنج لما يبص على الركبه بلاقيه ميديا ناحيه ايه؟ الرجل الثانيه.
وكمان بيكون above the joint line. فلو عندي ركبه كده ادي الجوينت لاين فوقيه وميديان ده بتاع السيمي امبرونس برزم تحت وفي النص ده ايه البيكر ايه البيكر سيستم. طب السيمي امبرونس برزم دي مالها؟ يقول لك سيمي امبرونس برزم حاجه امسكها الاقيها تنس سيستك مهم عشان ام اس كيو، حاجه امسكها برضو هلاقي نو بين مفيش وجع ونو تندرنس ونو ورم يعني مش دافيه شكلها طبيعي خالص ولا اكن في حاجه. اقول له كده يا عم الحاج جرب يعمل فليكشن، لما يجي يعمل فليكشن للني يعني يبت رجله ورا وانا ماسكها اعرف احركها فروم سايد تو سايد، يعني في رجلك كده يعمل حاجة اعرف بقى احركها. لا تتحرك ازاي؟ فروم سايد تو سايد بالجنب. طب في رجلك يعمل حاجة يعمل اكستنشن هلاقيها نشفت بقت مور تنس تاني تاني، همسكها عادي في حصى لكن سيستم مفيش ورم مفيش بين. اعمل فليكشن كده اعمل حاجة يعني في رجلك اعرف احركها، احركها ازاي؟ فروم سايد تو سايد. افرد رجلك يعمل حاجة يعمل اكستنشن هلاقيها بقت ايه؟ بقت مورتيدز بتختفي لوحدها. دي مهمة عشان امس كيو. يبقى كلمنا كده على كل البروزايتس عموما ستيودنت هاوس ميد وكلرجي مان بيرسر، بعد كده كلمنا على السيمي امبريلوزس وبيلخبطنا معاها البيكر سيست. عندنا ديت حاجة اسمها البانيول، حاجة اسمها ادفنتيشيس بيرس. هنا ادفنتيشيس مش طبيعي موجودة، البيرس اللي فاتت كان ربنا خلقها كده، لما دي ادفنتيشيس ربنا خلق البيرس عشان البيرس غريب. طب انا بقى لو عندي مشكله وبضغط على المكان زياده عن اللزوم فالجسم باي كومنسيشن هيعمل لي بيرس عشان اقلل البريشر ايه اللي عليه. اكتر مكان بنمشي عليه كتير او بندوس عليه او بيعمل لي بريشر هو الصنب. تخيل شخص عمال يدوس على الصنب جامد بس هتقول جزام ضيقه، واحده بتلعب باليه هتقول لابسه جزام ضيقه، فهتعمل تعمل ايه؟ بريشر 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 بريشر، هيبدا يكون البرلونج بريشر دوت بيعمل ايه؟ يضغط على العضله فيبدا يكون ايه؟ زي بيرس هنا كده. وده المفروض يتقلب بالتفصيل في الدايبيتيك فود في الباسبر يعني. فالخلاصه الادفنتيشيوس بيرسا ده مش طبيعي موجود نتيجه ايه؟ بريشر اريا على منطقه دايما 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 اكتر مكان بتحصل فيه هو الصم بيكون لي حاجه اسمها ايه؟ اسمها بلانير. الكوميونيكيشن بتاعتها ان هي بتكون انفكتد. طيب اخر سويلنج معانا اللارينجوسيت. ايه هو اللارينجوسيت؟ بيحصل اكتر في الناس اللي شغالين عازفين على الحاجات اللي بينفخوا فيها زي المزمار او كده يعني. فعلى طول دايما يعمل بريشر عامل بريشر عمال يزق عمال يزق عمال يزق، فالميكروس ميمبرين يشوف ويك بوينت ثرو السيرود ميمبرين ويطلع منها يحصل له فابريشن يطلع بره كده. ال الساك دوت او الحته ديت بيكون تنس سيستيك زيها بالظبط زي السيمي ميمبرينوزس بيرسا، بيكون ريزونانت لما اجي اخبط عليها الاقي ايه متسمع معايا مزمار ايه العصفور بقى ليها كومبريسبل يعني بزقها بتخش جوه خالص. طيب لما اقول لعيان ايه نفخ كده 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 بتنفخ في المزمار وسد مناخيرك الاقيها عماله تكبر معايا في السايز، يبقى دي كده ايه عشان تبقى عارفها. اظن الحته هنا اللي ممكن تيجي امسك فيه بتحصل فين في الويند ريستورنت بلايرز وبتحصل ويك بوينت منين؟ ايه هي الويك بوينت اللي تطلع منها؟ هي الايه؟ الثايرويد ميمبرين. عندنا برضه حاجه ثانيه مكتوبه هي النيماتوسيل. النيماتوسيل دوت يعني ايه؟ اللي حته من اللنج يحصل لها هرنيشن. طب انا حته في اللنج اللنج ايبكس بتطلع منين؟ حاجه اسمها سيبسون فاشيا بتعمل لي سوبرا بلورال ميمبرين. سيبسون فاشيا امسك ايه برضه سيبسون فاشيا بس كده.